بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا وسهلا بيكم. ليه البذور ما بتنبتش؟ يعني كتير من الناس بيحط البذرة أيا كان البذر ده، سواء ريحان سواء أيا كان نوعه، فيجي يلاحظ إن البذرة نفسها ما بتنبتش. السبب هو إن البذرة لما أنت بتحط عليها مية، بعد فترة يحصل لو أنت سيبها في الشمس، بيحصل إن البذرة نفسها تحمص وتنشف وتجف، وبالتالي لو جفت ونشفت عمرها ما هتنبت. فاحنا محتاجين ان احنا نخلي البذرة في حالة رطوبة مستمرة. في بعض الناس بتجيب البذرة وبعدين بتسيبها مثلا في المية مدة طويلة لحد ما تنبت، وبعدين تحطها في التربة. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت ممكن تحط البذرة تبذرها في الارض، وبعد ما بتحط البذور في التربة بتبدأ بعد كده تجيب مية وتبدأ تروي وتحط تحط المية على البذور، وبعد كده بتحاول ان انت تخلي البذرة في حالة رطوبة متواصلة من خلال تغطية البذرة. فهناجي مثلا بكيس بلاستيك، وهناجي مثلا على البذور لو احنا حاطين بذور في التربة، يعني ده انا بخرب لكم المثال. هنحط ايه؟ هنحط الكيس كده ونغطي به الايه؟ نغطي به الفخار تماما، هنكتم الهواء تماما، حتى ان البذرة نفسها تظل في حالة جفاف متواصل ومستمر. هنسيبها كده، هنسيب البذور متغطية لمدة يعني مدة لا تقل عن 12 ساعة. اللي هيحصل ان البذور نفسها هتفضل في حالة رطوبة، الكيس نفسه هيعرق، الهواء مكتوم، فهتفضل البذرة في حالة رطوبة، فده هيسرع من ولادة البذرة، وهيسرع من ان البذرة هتنبت بسرعة مذهلة جدا. ولو انت سبت الكيس فترة طويلة، اكتر من 12 ساعة او يعني مدة طويلة، ممكن تلاحظ ان البذور كلها نبتت لكن اصفرت. لكن ما تخافش طبعا، ما تقلقش، لان انت بمجرد ما تشتال الكيس وتتعرض البذور للهواء، هتلاحظ ان هي تحولت من اللون الاصفر الى اللون الاخضر. فاسرع طريقة تخلي البذور تنبت بسرعة ايا كان نوعها، ان انت تكتم الهواء وتخليها في حالة رطوبة، سواء كان بكيس بلاستيك وده الأفضل، أو سواء كان بخلقة بقطعة قماش. يعني الخرقة دي هتبلها بمية كده وتغطي بها الإيه؟ وتغطي بها الفخار، فهتلاحظ إن الإنبات جه بسرعة مذهلة. أتمنى إن أكون أفدتكم في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.